السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت باش نشارك معكم واحد الغسات، نتمنى تعجبكم. كنحتاجو الجوج ديال القرعات خضرين كبار، وحده غادي نحكوها بهذه الطريقه، وكنحتاجو 6 البيضات اللي غادي نطربوهم على هذا الشكل. غنطربو مزيان، غادي نزيدو عليهم واحد شويه ديال الملح. الملح كيبقى اختياري على حسب اللوغو ديال كل واحد. كنضيفو شويه ديال الابزار، بالنسبه للملح اللي ما بغاش ديالها ما نستعملهاش. من بعد غادي نضيفو القرعة اللي محكوكة على الخليط ديالنا بهذا الشكل، وغادي نخلطو الكل بهذه الطريقة. غادي ناخدو الفلاك ديال الفوخ، غنوضع عليها البابي كويسون، وغادي نفرغوا الخليط ديالنا بهذه الطريقه بابي كويسون بطريقه متساويه. حتى كنحطوا على هذا ونحاولوا ما نمشيوش فوق الفلاك، يبقى فوق البابي كويسون بهذه الطريقه. من بعد ما شكلنا القرعه ديالنا على شكل دوائر، غادي نبداو نوضعوهم بهذه الطريقه وحده 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 حتى كنكملوا البلا ديالنا. بعد ما كملت القرعه كنضيف واحد شويه الملحه، كندخلوها الفرن 20 دقيقة على درجة حرارة 180 درجة. من بعد ما خرجنا الغسيل ديالنا من الفرن كنخليوها حتى كتبرد بهذه الطريقة، وغادي نوضعو بابي كويسون من فوق منها باش ندوروها للجهة الاخرى. من بعد ما قلبتها بهذه الطريقة غادي نبداو نخرجو في بابي كويسون بشوية، نحيدو على بهذه الطريقة. في اناء وضعنا لا كريم فريش، ضفت ليهم 3 الريوسة ديال التومة، غادي نزيد نضيف لهم شويه البزار، شويه الملح على حسب الذوق، ونضيفو في الاخر الربيع، وغادي نخلطو الخليط ديالنا بهذه الطريقه. وغادي نوضعو فوق من الغوسات اللي صوبنا بهذا الشكل حتى كنغطيو لاباط اللي صوبنا. من بعد ما كملنا غادي نحاولوا الغسات ديالنا بهذه الطريقه على شكل دائري.
بعد ما دورنا لا غوسيت ديالنا حطيتها في واحد لابلاك وغادي ندخلها للفريغو لمدة ساعة على الأقل باش كتقصح باش نحاول نقطعوها من بعد. دي كنقطع لا غوسيت ديالنا كتجي على هذا الشكل. نتمنى لا غوسيت تعجبكم والى اللقاء في فرصة قادمة ان شاء الله.